الدكتور بس يعرف يتكلم. صح انا غلطان يا اخوي. انا بقول له الاذيب بتاعك وتعالى خد بتاعك. شغل شغل يا رب. الصاله الفاتحه مربعه ولا ايه؟ اسال عمك احمد دياب. صوت يا جدعان، صوت بعد اذنكم. بص يا جدعان كرسي حمام يقعد عليه. كنا جبنا حتة لا دي خلاص ده كلها عقب. وده بقى اللي قاعد بتعشى على عرفة. عطك ولا ايه؟ ايه؟ اهو عض. عاوز حاجة يعض فيها بقى. خلي بالك من غله. اه غله عاوز حاجة تعض. نزلهم خد. ما صورتش شوية في الزبيب. جاي نعمل ايه؟ لا صحيت على قد ايه ده؟ قلق جاي مع بعض شي؟